طابت أوقاتكم مشاهدي قناة التغيير، أحييكم ونلتقيكم مجدداً وبرنامج من بغداد. منذ دقائق مشاهدينا الكرام كنا قد استمعنا إلى كلمة دولة رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، وهو كان يتحدث بمناسبة 6 كانون الذي تمثل يوماً مهماً في تاريخ الجيش العراقي البطل، هذا الذي ترك انطباعات كبيرة على الساحة الدولية والمحلية وحقق انتصارات كبيرة في معارك يشهد لها القاصي والداني. وأيضا السيد الكاظمي كان يبشر على أنه عام 2021 سيكون عاما للإنجازات الحقيقية، وهو يقول بأننا سنترك المرحلة السابقة وسنكون في أجواء أو سنصنع أجواء تليق بالعراقيين وتليق بهيبة العراقيين وما يمكن أن يحققه العراقيين من أمنيات كبيرة تحققه له في المستقبل القريب. نتعاطف مع هذا القول، وإن كنا باللغة الصريحة التي تعودتم أن أقولها معكم أنه سمعنا هذا الكلام، ولكن في هذه المرحلة نحتاج إلى تطبيق فعلي للحقائق على الأرض، لأنه لا نستطيع أن نصبر أكثر. كل دول العالم المال لديها نعمة، قادة هذه البلدان يوظفون إمكانياتهم وقدراتهم وخبراتهم في إدارة هذا المال ليعود بالنفع الوفير على شعوبهم. إلا في العراق فهذا المال وكأنه حكما وسطوة وملكا إلى الحاكم، مرة يكون الحاكم لوحده ومرة يكون مجموعة من الحكام. يغري المال بالعراق، واي يغري اللي ما عنده شرف بالانتماء واللي ما عنده ضمير يحمل ويشيل. لذلك في نهاية كل سنة ننتظر ما يسمونه بالموازنة، ماذا ستصنع هذه الموازنة؟ كيف ستأتي المشاريع بالموازنة؟ كيف ستنفذ الموازنة؟ ما هو العجز بالموازنة؟ ما هي الواردات غير النفطية؟ يا أخوان، يا من بالتوصيفات العامة يسمونكم حكاما، مللنا من القراءة في الفقرات والمواد والموازنات على مدى 18 سنة. أما أن تحدثونا بحقائق نلزم منها ونحط بجيوبنا وتوصل لحلوقنا ونسولف هاي السوالف بغيرها بعد ما نقدر نسمع. وقد وصل صبرنا إلى حده. نستمع، نقرأ، نتأمل، نصبر، نعطي المجال، نقبل بهذا وذاك، ولكن عندما نصل إلى الخاتمة فقد أعذر من أنذر. ومن لديه خلاف عليه أن يحل خلافاته مع الآخر بالطرق القانونية. سياسة لي الأذرع والخداع وترحيل المشاكل من منطقة إلى منطقة أخرى كي يعبر هذا الحاكم أو يعبر ذاك الحاكم، نقول لك يا ولد لا، لم تعد تنطلي علينا هذا. ضيفي لهذه الليلة من أقليم كردستان المستشار الخاص للرئيس مسعود البرزاني السيد مسعود حيدر، حياك الله أستاذ مسعود. الله يحييك وتحية طيبة للمشاهدين الكرام. يعني أعتقد أنك استمعت معي قبل قليل لكلمة السيد رئيس الوزراء العراقي السيد مصطفى الكاظمي حينما أشار في جملة من خطابه أنه متفائل أنه عام 2021 سيكون عاما بلا منازع على حد تعبيره بأنه سيكون عاما للإنجازات العراقية على مستوى الاقتصاد وعلى مستوى السياسة. هل أنت من الذين يشاركون في هذا التفاؤل؟ وما هي المعطيات التي يمكن أن يبنى عليها بأننا فعلا سيكون 21 بموازنته القادمة هو عام انتصار اقتصادي حقيقي سيد حيدر؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا للاستضافة، ومرة أخرى تحية طيبة لحضرتك
يعني إذا طبعا التنمية الاقتصادية المفروض تكون على ضوء قانون الموازنة، باعتبار أن الموازنة هي خارطة الطريق لإدارة اقتصاد البلد ورسم سياسة البلد الاقتصادية. ويعني إذا نلاحظ أنه والمشكلة في الحقيقة مو بهذه الحكومة ولا بالسيد الكاظمي ولا في وزارة المالية، ولكن هي تراكمات لأكثر من 17 سنة. أنه نعم. الجزء الأكبر من إنفاق الدولة العراقية تذهب إلى النفقات التشغيلية وبالتحديد إلى رواتب موظفي الدولة العراقية. طيب. في بداية 2003 عدد موظفي العراق ما كان يوصل إلى 1 مليون موظف، وإذا يعني حسب بيانات وزارة المالية، الحكومات السابقة والكتل السياسية بدون وجود رؤية اقتصادية واضحة عينوا سنويا حدود 100 إلى 150 ألف موظف محاباة وكسبا للأصوات، خصوصا نعم. قبل كل انتخابات كان يعني التعيينات تفتح بدون وجود، يعني بدون وجود رؤية واضحة بأنه هذه بالنتيجة ومستقبلا راح تشكل عبء كبير على كاهل الدولة، وبالتالي وشكلت الآن نحن الآن حتى ندفع هذه الأثمان. يا سيد حيدر، نعم، المهم يعني إذا نأخذ موازنة 2021 كمعيار، أولا يعني حسب السنوات السابقة أيضا الموازنة هي تقديرات مخططة، و في أكثر الأحيان الحكومة لا تستطيع أن تفي بهذه الالتزامات، ولكن إحنا ممكن نعتبره أعلى سقف لإنفاق الحكومة، ولكن ليس بالضرورة أن الحكومة تصرف كل هذه المبالغ باستثناء رواتب موظفين وباستثناء الرعاية الاجتماعية والتقاعد. ومثلا في هذه الموازنة لاحظ أن النفقات التشغيلية كبيرة جدا، لكن أنا بتصوري أن النفقات التشغيلية وأستند على بيانات الإنفاق الفعلي لـ 2020 ما راح تتجاوز 10 تريليون دينار، لكن هنا نشوف أنه بحدود 50 و60 تريليون. هذه الأرقام يعني من المستحيل أن الحكومة تقدر تنفقها. هنا يا أستاذ حيدر خليني أتوقف وياك بقضية، يعني التفاؤل بالموازنة أو التصريح بأنه ممكن أن نحقق شيء من خلال قياس مجموعة من المفردات، يعني الآن خدمة الدين العام، الديون الكبيرة على العراق تتضمن من 12 إلى 15 مليار دولار، وكما تقول أنت الآن المستوى يعني ضغط النفقات الكبيرة أيضا لم يضغط في الموازنة في موازنة عام 2021. إذن لماذا الموازنة يعني قد أغفلت هذا الجانب، وهو جانب يستنزف الكثير من الموارد التي ستأتي بها موازنة 21؟ نعم، يعني أكو فتشي خلينا نتفق عليه أنه هذه الموازنة لا تختلف عن موازنة السنوات السابقة كثيرا، باستثناء موضوع خفض قيمة الدينار العراقي، هي موازنة بنود مثل السنوات السابقة، وهي ليست موازنة برامج كما حددتها قانون رقم 6 قانون الإدارة المالية والدين العام لسنة 2019 بأنه المفروض نتحول إلى موازنة برامج. وطبعا أنا بتقديري وبحكم تجربتي في اللجنة المالية أعتقد التحول مباشرة إلى موازنة برامج عملية ليست بسهلة، لأن بحاجة إلى كوادر على مستوى على المستويات الدنيا في المحافظات والوحدات الإدارية في كل مؤسسات الدولة، وبحاجة إلى رقابة دقيقة أنه وزارة المالية والأجهزة الرقابية الأخرى تراقب آليات تنفيذ البرامج وعلى ضوء يتم تخصيص الموازنة. فأنا أتمنى خلال 5 سنوات نتحول إلى موازنة برامج ونتخلص من موازنة البنود، لأن إذا بس شوية أحكي لك عن نعم أنه ماكو فرق، مثلا موازنة
وزارة النفط والمالية تشكل 40% من إجمالي الموازنة. الوزارات الاقتصادية المهمة الزراعة، الموارد المائية والصناعة، هذه الوزارات مهمة جدا للتنمية الاقتصادية. موازنة هذه الوزارات مجتمعة تشكل 1.2%، يعني 1.2%. معناه أنه إحنا ما دعمنا خصوص هذه الوزارات حتى نساهم في التنمية الاقتصادية وزيادة المنتج المحلي وإلى غير ذلك. في الحقيقة أكو نقطة مهمة أنا دا أشوفها إيجابية في هذه الموازنة، أنه موازنة الأجهزة الأمنية والدفاع والمخابرات والحشد وكل كل الجهات الأمنية تشكل 16.7%، وهي أقل بكثير من موازنتي الدفاع والداخلية مقارنة بالسنوات الماضية. فهذه خطوة جيدة. يعني الكهرباء، يعني هنا كل سنة يتم تخصيص مبالغ جيدة للكهرباء. أكو سؤال، إذا كانت كما أنت تقول وكما مثبت في الموازنة أنه 40% من موازنة عام 2021 تذهب إلى قطاع النفط، إذن أينما كان يصرح به بأننا سننفتح على القطاعات الأخرى وسنعمل على توفير إيرادات خارج القطاع النفطي، وأنت الآن تقول النفط يستنزف 40% من ميزانية العراق، هل للتنقيب؟ هل لزيادة الإنتاج؟ بس خل حتى أصحح. لا، أستاذ نجم، موازنة وزارة النفط 10%، 16 تريليون و 300 مليار دينار عراقي، 10% من إجمالي الموازنة. وزارة موازنة وزارة المالية بحدود 46 تريليون، 30%. فالوزارتين بالمجمل 40% من إجمالي الموازنة. إذا 40% يعني من الموازنة، حبيت أركز على الكهرباء. لا ذني 40% من الموازنة، شلون راح نطور القطاعات أو نأتي بالإيرادات من غير القطاعات النفطية؟ احنا في الحقيقة استاذ نجم احنا بحاجة الى مراجعة جولات التراخيص، يعني حسب البيانات الموجودة انه كلفة جولات التراخيص للشركات تشكل حوالي 25% مما احنا نصدره من نفط. ويعني كل الاخوة في لجنة النفط والطاقة في اغلب منذ ابرام هذه العقود في اللجنة المالية في النزاهة، يعني هناك ملاحظات كثيرة على هذا الأمر، وهناك مطالبات من كل الكتل السياسية ومن كل أعضاء مجلس النواب بضرورة مراجعة هذا الأمر. ويعني كل يعني مستحقات الشركات النفطية سنويا على وزارة النفط 12 مليار دولار، وفي بعض الأحيان وزارة النفط تأجل هذه الدفعات. في أعتقد في الفترة اللي في حكومة السيد العبادي صار عندنا انخفضت أسعار النفط وتراكمت مستحقات الشركات وصلت إلى 21 مليار دولار في أحد السنوات. فهذا الأمر بحاجة إلى مراجعة، وأغلب هذه الأموال المخصصة إلى وزارة النفط هي لجولات تراخيص. ووزارة النفط أكو نقطة أخرى مهمة، وزارة النفط يستفيدون من بيع مليون برميل نفط للاستهلاك المحلي، هم يأخذوه بسعر رمزي $1 أو شيء من هذا القبيل. لا، ولكن كلفة هذه الكميات سنويا استنادا إلى السعر المخمن في الموازنة 23 تريليون. هذه الأموال ما تدخل ولا دولار منه إلى خزينة الدولة وإلى وزارة وإلى الموازنة. يعني تقدر تقول انه اكو 23، يعني نظريا اكو 23 تريليون ايضا مخصصه الى وزارة النفط، لكن هذه ما تدخل ضمن موازنة الدولة. هاي اشكال. تذكر انا بس حبيت اركز على موضوع الكهرباء، واليوم قبل في العراق أن تذهب الى هذا حتى اذكر بس اسمح لي. نعم تكمل استاذ حيدر، عفوا كمل تفضل.
أنا هذا الرقم اللي أنت ذكرته مع المليون برميل نفط يوميا يسلم إلى المنتجات النفطية، هذا يجيب 23 تريليون دينار. هذا أنا قبل سنتين حكيته أمام الدنيا كلها، النفط لا ردت، الحكومة لا ردت، النزاهة لا ردت، ديوان الرقابة المالية لا رد، ولا واحد، والعراقي يعيش بأزمة. هذه الأموال من يراقبها؟ أين تصرف؟ بجيب يا حزب، بجيب يا سيد، بجيب يا حجي، بيا ميليشيا، بيا وزارة، بيا دولة. أكو بلد الآن 23 تريليون دينار، هسه إذا ما تردون قلونا وين؟ هسه لا تكشفون الحرامي، بس قولوا هاي المبالغ أين ذهبت عدماً هذه للمرة الثانية من خلال قناة التغيير، وإلى السيد الكاظمي وإلى السيد وزير النفط أنبئونا يرحمكم الله. نعم أستاذ حيدر. ما أعرف يعني في الحقيقة، إحنا أنا أحكي لك بصراحة يعني خصوصا في 2017 وضعنا المالي كان سيء جدا، وإحنا كان عندنا الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وإحنا كلجنة مالية عقدنا اجتماعات معهم في عمان أنه كيف يساهمون في دعم الاقتصاد العراقي، وشلون نخفض، والسؤال المهم شلون نخفض الإنفاق ونزيد الإيرادات. الآليات كلها موجودة، أنا أحكي لك بصراحة، يعني الحكومات السابقة وحكومة السيد الكاظمي أيضا معرقلة من قبل الكتل السياسية والزعامات العراقية لإجراء إصلاحات حقيقية في الدولة العراقية. يعني أبواب هدر المال العام في الدولة العراقية واضحة للكل، يعني واضحة وضوح الشمس. بس أنا أقول لك مثلا، المنافذ الحدودية في الجنوب مسيطرة عليها من قبل أحزاب ميليشيات، حتى رؤساء عشائر وشخصيات سياسية، والمفروض إيرادات المنافذ يعني على الأقل تكون 10 تريليون، بين 10 إلى 15 سنويا. ما يعني في زمن سيد حيدر العبادي اللي ضغط على الأحزاب والكتل وصل إلى تريليونين و600 مليار دينار عراقي. لكن إجمالي الإيرادات الغير النفطية، كل الإيرادات، نعم، الضرائب على ضرائب الدخل، ضرائب على القطاع الخاص، يعني كله شو اسمه، عقارات الدولة اللي بها إيجارات وممكن وزارة المالية، والله يا أستاذ حيدر أنا كلها أتفق ولن أختلف معك. 6 تريليون دينار إلى أبدا لن أختلف معك. ما حصل بالجنوب، نعم، أيضا هو نفس السياق لديكم، المنافذ تسيطر عليها الحزبين الرئيسيين، وأنتم أيضا وبخلاف ما متفق عليه سمحتم للتهريب، وبالسلع التي كان من المفروض أن لا تدخل دعم الإنتاج المحلي أيضا من أجل الضرائب، أيضا لم تختلف الصورة لديكم عن الصورة التي كنت تقول بها. هو بلد كل منهوب، بلد كل تضافرت عليه بوق يا معود دموك. إيه مو أكو، أنا أحكي لك بصراحة، أكو اختلاف. أنا ما أقول إحنا ما عدنا فساد. إحنا السيد رئيس حكومة الإقليم، السيد رئيس الإقليم، الزعامات الرئيس مسعود بارزاني يأكدون، والشخصيات السياسية الأخرى في الأحزاب الأخرى يأكدون أنه أكو فساد في إقليم كردستان، وإحنا دا نعمل على معالجة هذا الأمر. لكن الحالة تختلف تماماً عن جنوب العراق. أنا أحكي لك بصراحة، إحنا في كردستان مو كل واحد بكيفه ويروح يسيطر على منفذ حدودي، لا، احنا عندنا حكومة اقليم. انا اقول لك يعني هناك مثلا في السليمانية الان هناك بعض الاشكاليات، والاحزاب السياسية الاخوة في الاتحاد الوطني الديمقراطي التغيير اللي هم يشكلون حكومة يحاولون، ووزارة المالية والسيد رئيس حكومة الاقليم كاك مسرور يحاولون معالجة السيطرة على المنافذ لزيادة الايرادات. يا استاذ حيدر الغير النفطية، انا احترم رأيك، بحاجة هي القضية مو أنك تبحث من الحرام، هو الحرام بالقيادات. ليش هو يقدر واحد فقير مقروض مثلي ياخذ له منفذ ويسلم بالمنفذ؟ هذا زعيم وهذا رئيس كتلة وهذا كبير، ويأخذ بعلم الحكومة، والله على ما أقول شهيد، دعتك ودعتي.
هذه في المنافذ، هذه في المنافذ الجنوبية كلامك دقيق وصحيح، وفي الشمالية أيضا وحياتك. أوكي هسا أجي لك. نواب أعضاء برلمان الإقليم أكدوا خلال الفترة الماضية، وأيضا يعني الجهات الرسمية وزارة المالية، بأن هناك إدخال لمواد بشكل غير رسمي في المنافذ الحدودية في السليمانية. وفي الحقيقة هذا الأمر أنا أحكي لك بصراحة انعكاس للاختلاف السياسي الموجود بين جزء من الإخوة في الاتحاد الوطني مع توجهات الحكومة، وأنه بناء حكومة قوية وبناء مؤسسات والسيطرة على جميع الإيرادات حتى تستطيع الحكومة أن تدفع رواتب موظفي الإقليم ولو بتخفيض، لأن احنا تعرف يعني حضرتك أنه من 2014 إلى الآن باستثناء 2018 و19 هناك إشكاليات وتم قطع موازنة. بس تدري أستاذ حيدر كلش عجبتني بهذا يعني التعبير، الموظفين في إقليم كردستان صاروا في وضع لا يحسدون عليه. تعرف كلش عجبتني الأخوة في الاتحاد الوطني الكردستاني بسبب الخلافات مع الحكومة دخلوا هذا المال، بمعنى أنه أنا اليوم من أزعل مع الحكومة أخربها، لو ألعب لو أخرب الملعب. بشرفك، أكو قوى سياسية بهذه العقلية، هذه العقلية الطفولية، هذه العقلية المراهقة تقود هذا العراق، هذا الشكبرة مراهقين صبية سياسيين يزعل بالبرلمان يخرب بالإقليم ويخرب بالمنافذ ويدخل مواد. معقولة وصلنا هاي عباقرة العراق صبية يحكموننا يزعل ويا الحكومة يخربها؟ غب ذاك الوقت. أي أستاذ؟ أستاذ نجم، يعني إحنا في الشرق الأوسط وفي دولة مثل العراق، يعني رغم أنه الشعب العراقي في الحقيقة شعب مغبون ومغدور، ومنذ تأسيس الدولة العراقية إلى الآن الشعب العراقي يعني ما ارتاح. يعني إحنا ما نعرف، يعني بس نسمع ونقرأ في الكتب، في الحقيقة أنا ما أعرف التاريخ إيش قد بأمور حقيقية تحدثون عن فترة الحكم الملكي، أنه رغم أنه كانت البدايات، لكن من 58 إلى الآن الشعب العراقي ما ارتاح، يعني جيل ورا جيل مشاكل. وتعرف حضرتك والكل يعرفون أنه العراق بلد غني بالزراعة بالصناعة بالسياحة بثرواته الطبيعية بالغاز، وخاصة خلي نعوف كل السنوات وكل الأنظمة الراحت. بس تعرف أنه الإيرادات اللي دخلت العراق وراء 2003 مستحيل يحلم به رئيس دولة في هذه المنطقة. يعني أنا هسه طلعت لك نعم. الإيرادات الحقيقية اللي دخلت إلى خزينة الدولة هاي بيانات ديوان الرقابة المالية وأضفت إلى 2020 1274 مليار دولار أمريكي دخلت إلى خزينة الدولة حق فعلا، يعني تريليون و232 مليار دولار دخل للعراق. لا لا لا، تريليون ومئتين تريليون ومئتين وأربعة وسبعين مليار دولار أخوان، مو دينار. تعرف هذا تقدر تبني به دولار هاي تقدر، يعني تعرف إنه هاي تقدر تبني به 10 دول مثل العراق، كل العراق من زاخو إلى الفار. تمام زين. أنا يعني هذه الفترة أجي أسأل، وحتى لما كنا في اللجنة المالية هذا أنتوا هسا الرواتب أكو طبعا أنا أحكي لك بصراحة، إحنا عندنا في الإقليم حتى ما يقولون بس يحكي على العراق وما يحكي على الإقليم، إحنا في الإقليم عندنا فضائيين. والبارحة وزارة المالية قطعت رواتب 10,000 شخص اللي عندهم رواتب مزدوجة أو أكثر من راتب أو أكثر من دوام، هاي قطعوا. ورئيس الحكومة السيد مسرور برزاني أكد أنه قانون الإصلاح اللي شرعناه واللي صوت عليه البرلمان والحكومة تدعمه راح نبدأ بتنفيذه رغم وجود اعتراضات وخلافات سياسية. إحنا في العراق وبما فيها إقليم كردستان بحاجة إلى هكذا توجهات. يا أخي تريليون ومئتين وأربعة وسبعين مليار دولار، يعني أنت كمواطن بسيط اللي يشوف أنه 4 ساعات كهرباء عنده باليوم ورا هذه المبالغ، مستشفيات ما عنده، مدارس ما عنده، زين
نسبة الفقر 30%، البطالة 40%، زين مو من حقي باكري انتخابات؟ والله من حقي، لكن استاذ السياسية حيدر خليني أكون صريح، خليني أكون صريح وياك، ما قلته صحيح جدا، ولكن أيضا أنتم الأخوة الكرد في الأقليم ساهمتم في تعميق هذه المأساة، لأنكم لم تكونوا يعني بالمستوى الذي يجب أن يتفاعل مع القوانين، لذلك الحكومة والبرلمان يتهمكم بأنكم لم تسلموا الواردات التي لديكم. النفط العراقي الموجود بالقانون وبالدستور ملك للشعب العراقي، تعاقدتم عليه مع دول الأقليم، اليوم مطلوب أكثر من 27 إلى 30 مليار دولار رواتب الموظفين اللي تدفعها الحكومة، ما أدري بيا جيبي يصير، يعني أنظر يعني مارسوا سياسة أنظر حولك، ما تقوله صحيح، ولكن أنتم أيضا كنتم جزءا كبيرا من المشكلة. أنا ما أعرف إذا هذا التوصيف دقيق. لا لا، التوصيف مو دقيق، أنا راح أقول لك ليش. يعني في الحقيقة، وأنا هاي معلومة أحكي لك إياها، الزعامات الكردية ممثلة بالرئيس مسعود بارزاني والرئيس المرحوم مام جلال، نعم، اتفقوا في 2007 مع الحكومة الاتحادية بتشريع قانون النفط والغاز الاتحادي. وقانون النفط والغاز الاتحادي كان ممكن يعني يصبح عمود فقري لإدارة اقتصاد الدولة العراقية والثروات الطبيعية، لكن مع الأسف الشديد الحكومة الاتحادية تنصلت عن هذا الاتفاق وغيرت فحوى الاتفاق بالمجمل، وحاولت تشرع القانون لدولة مركزية أسوة بالقوانين المعمولة الآن في وزارة النفط الاتحادية. هذه القوانين ما تناسب دولة اتحادية، احنا دولة فيدرالية اتحادية موجود في الدستور العراقي. اول شيء ديباجة، يا اخوان احترموا الدستور، ديباجة للدستور فقط. هسه المواد كلها تجاوزتوه ما يخالف، بس احترموا الديباجة. وهذا قرار سياسي، انا احكي لك بصراحة، لان موضوع النفط حضرتك تعرف عالميا ملف سياسي مو فقط على مستوى الدول. فالزعامة الكردية ممثلة بالرئيس بارزاني والرئيس مام جلال قرروا أن 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 يلجأوا إلى الدستور العراقي المادة 112، أولاً أنه نفط، أنه الحكومة الاتحادية من حقها أنه بالتنسيق مع الأقاليم تعمل على الحقول الحالية، والحقول الموجودة في كردستان هي كلها حقول حديثة بعد الدستور العراقي. هاي نقطة. اثنين، برلمان الإقليم اللي هي مؤسسة دستورية شرعت قانون الثروات الطبيعية على ضوء هذا القانون ومن قبل مؤسسة دستورية فيدرالية في الإقليم، استندت حكومة الإقليم للعمل بهذا الاتجاه. واللي يقول أنه عقود النفط في إقليم كردستان غير دستورية، كل شيء ما فاهم بالدستور العراقي، ويترجم الدستور ترجمة سياسية مو ترجمة قانونية دستورية. الدستور واضح جدا بهذا الشأن. يا أستاذ، أنت مرة تتفق، من المستحيل، يعني أنت مرة تتفق ومرة تنقلب أنت بذاتك على ما تتفق عليه. أنت تقول بالديباجة وفي الدستور العراقي النفط العراق، النفط ملك لكل الشعب العراقي، كرد، عرب، مسيح، أقليات، قوميات، زين، هذا بعدين يجب أن ينظم بقانون، لكن غياب القانون أو عدم صدور القانون هذا لا يعني يسمح لي أو لك أو أي مكون آخر أن يتصرف بالنفط وفقا لأهوائه، طالما أكو شركة سومو وأكو وزارة نفط هي التي يجب أن تتعامل لحين إقرار القانون التعامل بسياسة الأمر الواقع. لا 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 لا، هذا مو صحيح. أولا إحنا إقليم فيدرالي، وإحنا عندنا برلمان وقوانين، وحسب الدستور العراقي قوانين المشرعة من قبل برلمان الإقليم هي التي تكون نافذة ولها الأولوية في حال تقاطعها مع القوانين الاتحادية. هذا أيضا في الدستور، المادة 115 من الدستور واضح. يعني قوانين قوانين الإقليم، إحنا قوانين برلمان الإقليم إذا تقاطعت مع قوانين المحكمة الحكومة الاتحادية، قوانين الإقليم هي التي تنفذ. هيك فهمت أني؟ عفوا. طب اي قوانين الاقليم لها الاولويه والافضليه للتطبيق في الاقليم على القوانين الاخرى اللي هي مو صلاحيات حصريه. هاي نقطه، هاي ممكن نتناقش بجانب قانوني، بس احكي انا اريد اوضح لك نقطه مهمه. احنا كشعب
إقليم كردستان، مو جزء من الشعب العراقي. يعني النفط الموجود في إقليم كردستان إذا استخرج وتم بيعه واستهلك للشعب في إقليم كردستان، مو معناه أنه هذا للشعب العراقي؟ والله عراقيين، ممكن تقول لي عراقيين إذا وعلى الرأس، إذا ما تنطق واللي إليه. يعترض اللي يعترض مردودة عليه. ولذلك أنا أتكلم عن مأساة الناس التي الآن لا تأخذ رواتب. نسأل الحكومة نقول اطناهن بالولد، نسأل الولد يقولون ما كفن، وخليت الشعب الكردي يدور في حلقة مفرغة. هسه ما يريد رواتب، بس اللي يعرف الحقيقة وين. أنا أقول لك، أنا أكو نقطتين لازم أوضح لحضرتك. الاحتياط الموجود المقدر في كردستان بحدود 45 مليار برميل نفط، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الغاز، أنا ما عندي معلومات. أي أن نفط الإقليم تشكل حوالي 30% من نفط العراق. أي. فإحنا ممكن نتراشق، نوجه اللكمات البعض ويا الإخوة في بغداد. أنا ما أتحدث عن الحكومات، أتحدث عن الكتل السياسية. نعم. وممكن نستمر بهذا على هذا الشكل وبهذا المنوال سنوات وسنوات، ونأزم المشاكل، وممكن أنه هذه الأمور تنزل إلى الشارع أيضا، اللي سووه بعض الكتل السياسية في شارع الجنوب الوسط. نعم. و يعني محاولة لكسب أصوات الناس على حساب محاربة حقوق شعب كردستان وإبراز المشاكل. هذا الأمر وهذه الأمور أنا أحكي لك، وبعض السياسيين أيضا من الشيعة تحدثوا بهذا الأمر. إحنا لازم ونقطة أخرى، الرئيس مسعود بارزاني لما زار بغداد في 2008 وأنا كنت ضمن الوفد، قسما بالله كل الزعامات العراقية قالوا إحنا أخطأنا في إدارة الدولة العراقية ويجب أن نراجع العملية السياسية ونصحح المسار ونبدأ بإدارة جديدة للدولة العراقية ضمن الدستور العراقي. احنا والله بس نريد تحترموا الدستور، كل شيء ما نريد. احترموا الدستور اللي كلنا اتفقنا عليه، احترموا التوافق والتوازن والشراكة، والله احنا وياكم، وممكن معالجة كل الأمور، حتى ممكن انه نشرع قانون النفط والغاز ونتفق على موضوع النفط، نتفق على الجمارك، هذه الأمور مو مشكلة، بس المهم انه نفضل المصلحة العراقية على مصلحة إيران، على مصلحة الدول الأخرى، وانه ما نخلي طيب يا مكونات يا الشعب أستاذ العراقي يكون جزء من هذا الصراع. يعني أستاذ استاذ نجم، نعم، بس خلي اكمل هاي الجمله، بس نعم اسمح نعم لي بس فضل اسمح فضل لي اسمح فضل لي فضل بس خلي اكمل هاي الجمله. يعني معقوله انت عندك كتل سياسيه في البرلمان، عندك وزراء، عندك مخابرات، عندك ما ادري شنو، ومسيطر على كل الدوله العراقيه، وتسمي نفسك فصائل المقاومه؟ وين صايره بالعالم هيك شيء؟ ما تقول لي اكو هيك شيء بالعالم؟ انت الدوله وتقول لي أنا فصيل مقاومة، مقاومة منه؟ أنت جزء من الدولة، أنت عندك حشد تأخذ 4 تريليون دينار سنويا من موازنة الدولة الاتحادية، وتقول للرئيس الوزراء أجي أقطع أذنك. وين أكو دولة بالعالم هيك يا أخي؟ أنت اللي تقول لي احترم أنتم القوانين، احترم وزارة النفط، هذا غير تحترم حكومتك أول مرة. هذه الذي أنت تتحدث، أنتم كلكم ضمن منظومة حكومية، عرب، أكراد، سنة، شيعة، لكن عندما أنت الآن تفصل وتنتقد وتنظر وأنت لست مجافيا للحقيقة، لكن أنتم أيضا الآن مثل ما أنت تقول 45 مليار برميل موجود في أقليم كردستان ويمثل 30% من الاحتياط النفط العراقي، أو طلعتوا مطلوبين التركية 28 مليون دولار مليار دولار، شلون؟ بس فهمني شلون؟ اسمعني انا اقول لك في من 2014 انا راح اقول لك يعني بس بصراحه استاذ مسعود مثل ما انا متعود عليك بسبب الاقتتال انا احكي لك بصراحه. اولا بسبب الاقتتال الداخلي من 94 الى 96 وتشكيل ادارتين الى ان توحدت الادارات. أي. اداره السليمانيه برئاسه الاتحاد الوطني قاموا يعينون بالالاف ايضا محاباه للناس، وايضا اجبر الديمقراطي ايضا انه يعينون بالالاف، وصار عندنا في الحقيقه اعداد هائله من الموظفين بدون انه تصير عندنا يعني ما معقوله بكل المعايير. احنا الان عندنا 750 الف موظف في اقليم كردستان، وعندنا 500 الف
من المتقاعدين والرعاية الاجتماعية وذوي الشهداء. زين. 80% من إنفاق حكومة الإقليم تذهب إلى الرواتب والمستحقات المالية. وفي في وهذا هذا وين توصل؟ أنا بقيت عندي دقيقة، وين توصل؟ اختصر لي بقيت دقيقة أستاذ مسعود. هسا أقول لك بعد قطع موازنة الإقليم في 2014 أجبرت حكومة الإقليم على الاقتراض من الشركات ومن بعض الدول الصديقة. نعم. وهناك أيضا استحقاقات مالية لرواتب موظفي الإقليم بسبب الادخار الإجباري. فإحنا عندنا مشكلة، وهذه المشاكل المتراكمة مع بغداد يجب أن نعالجها. زين، شلون راح تسدون بإجابة سريعة؟ منين راح تسدون هاي المبالغ؟ بعيدا عن مزايدات الانتخابات. ماشي، بإجابة سريعة، شلون راح تسدون هاي المبالغ؟ من الموازنة التي تأخذونها من بغداد، أم أنه بغداد يجب أن تتحمل؟ نعم، يجب أن نعالج كل هذه الأمور مجتمعة مع بغداد وبمسؤولية وضمن الأطر الدستورية، وكل واحد يتحمل المسؤولية ويتحمل أيضا الالتزامات اللي عليه. السيد مسعود حيدر المستشار الخاص للرئيس مسعود البرزاني من أربيل، شكرا جزيلا لك، تقبل تحياتي. على أيضا في آخر البرنامج، مثل ما أنا البارحة بديت حكاية بداخلي من تبقى بي تقتلني، لازم أقولها، وحكايتي هاي موجهة إلى الأخ العزيز دولة رئيس الوزراء المحترم. سويت صولة وسويت جولة، وحتى في خطابك اليوم، هيبة الدولة والأعمال العبثية يجب أن تنتهي، هذا الريدة، بس اللي على أرض الواقع ما يقول هذا. فلذلك سريعا سيادة الرئيس، أنت افتتحت منفذ الشيب، منفذ الشيب ببلاوي ما يلبس عليها ثوب. قالوا لك ما أدري، ما قالوا لك، أنا راح أقول لك. يوم 10/12 دولة الرئيس فاتت 13 شاحنة محملة بمختلف أنواع الأسلحة من إيران من منفذ الشيب الذي يحكمه أو ما زال يحكمه ويشرف عليه أحد الفصائل. هذه الأسلحة كيف دخلت؟ من سمح لها أن تدخل؟ أين ذهبت؟ وين انخزنت؟ ويا دولة الرئيس، أنت تدري ذني وين يرحن؟ فما الغاية من منفذ الشيب؟ ولماذا منفذ الشيب يصبح للتبادل التجاري ولكن في الحقيقة هو لتهريب الأسلحة؟ ونتحدث عن هيبة الدولة وجهات أمنية مرموقة قدمت لك تقريرا مفصلا وكأني أراه على مكتبك ومرة يدخل إلى درجك. دولة الرئيس، طلع الملف وحل وروح للشيب، لو سده لو تخليه مال تبادل تجاري. حم الله والديك، هذه رسالتي إليك باسم العراقيين حتى نستعيد هيبة الدولة، ولو ظل بي ما نام الليل. تحياتي لكم مشاهدي قناة التغيير، باشر ملف وبرنامج من بغداد، لكم مني أجمل التحايا.